السلام عليكم أصدقائي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم نديرو الفقرة الثانية ديال لا بوليس، وفي تي بي نيميرو 6 في طرابو براتيك ديال ليكسيل فورماسيون بالدارجة. كنحاولو تبعو الفيديو وحاولو تشوفو مزيان باش تفهموني شنو كنقول. ننتقلو للواجهة ديال ليكسيل باش نشرحو لا بارتي الثانية. إذا مكنتيش أول مرة كتشوف قناة سكويلا توب، حاول أنك تتفاعل معنا بواحد زر لايك، وتفعل الجرس باش اي فيديو لا توصلك، وتابونا في لاشين الى ارتباط مع فورماسيون تي بي 6. اذا هذه الواجهه الاكسل ديالنا، كلشي كيعرف كيفاش كيحل هذه الواجهه. تي بي الاولين شرحنا كيفاش نحلوا هذه الواجهه، شرحنا بريز بابي، شرحنا البوليس في هاد الزارتيكل. دابا قلنا غادي نشرحو البارتي الثانية ديال لابوليس، اللي هي هاد الفورميل دو سيلول. قلنا غادي نكليكيو على الفورميل دو سيلول. هاد الفورميل دو سيلول راه داخلين شي حوايج، هاد مثلا الالومنيومو، هاي الالومنيومو، يعني راه كاين شي حوايج ديال هاد الزارتيكل اللي عندنا هنا راه كاينين هنايا. و تا لي نومبغ هاهما، تا لي نومبغ هادو راه كاينين هنايا. وعندنا هنايا البوليس، يعني هادشي اللي قرينا في البوليس هو كاين هنايا، زايدين غير شي حاجة. البوردور هادشي اللي درنا هنا ديال البوردور كان هو تا هو كاين هنايا. يعني هاد الفورمول دو سيلول جمع بزاف ديال الحوايج. رومبليساج هضرنا على رومبليساج هاد بلاتوش هو، وهنا لا بروتيكسيون كيفاش نبروتيجي لا فوي ديالي او شي مكان في لا فوي باش تا واحد ما يحصل ليها الدم ديالي. غادي نجيو عند لي نوم. هنا لي نوم مازال ما قريناهاش. عندنا هاد لابار هادي هي الكاتيجوري، هنايا هاد اللي كاين كاين هنا لي نوم كاتيجوري، هاد لي كاتيجوري راهما كاينين هنا، مثلا نوم انواع ديال لي نوم. هنا ما حد كيما داك على ستاندر كيعطيونا اكزامبل، يعني شنو معنيتها لي سيلول دو لا فورم ستاندر نو بو با دو فورم نوم سبيسيال. اذا هنا ما كاينش واحد العدد اللي هو متميز ولا شي حاجه، صافي اي رقم اي حاجه تديروا ليها ستاندر. هنا لي نوم غير الاعداد بوحديتهم اللي يمكننا نديرو لي نوم. وهنايا مثلا راه هنا ما كنكتبش، ما يمكنليش نكتب حتى نخرج من هاد الخانه. انا نعطيكم مثال، غنجي مثلا غادي نكتب 5 مثلا فاصلة 5 فاصلة، غنجي لهنا البوليس الفورمات سيلول. انا غادي نلعب على هاد 5 دائما كنكوشي عليها. بغيت نبدل ليها لاطاي نديرها كاع، عرفت نديرها كاع، كنختار هنايا بلاتي نجيو هنا نهضرو هذا كي داير عدد واحد. الى داك الاعداد هنا كيقول لي لي نومبر دو ديسيمال، يعني فاصله، واش غندير جوج مرة فاصله او ندير ثلاثة مرة فاصله او اربعة مرة فاصله ولا خمسة، هما كيبينو ليا. مثلا انا بغيت ندير ثلاثة مرة فاصله، انا عندي غير واحد، ملي غندير اوكي كتولي، يعني واخا نكتب حتى بزاف ديال الاعداد كيعطيوني الفاصلة من مورا ثلاثة، صافي. حيت في الأول مكانتش فاصلة، هاديك راه كانت نقطة. شوف دابا ملي درت فاصلة خزر ليا غير ثلاثة ديال الأعداد من مورا فاصلة، ولكن ها هو العدد ديالي، العدد ديالي راه فيه ستة ديال الأرقام، ولكن هو خزر ليا غير ثلاثة، صافي. إذا هنايا يمكن ليا نحددها من هنا مع مر أرقام، كنجي لهنا كنختار الأرقام ديالي، وكنجي لهنا أوت فورما هي اللي غتلفني لهذا هادشي. دابا نشوفو هذا البوليس، هنا قلنا في البلونوم كنختارو غير ثلاثة الأرقام. بغينا مثلا نديرو غير جوج، كندير جوج هنا أو كندير أوكي، كيرجعو غير جوج ديال الأرقام، مزيان واضح. هنايا مثلا بغيت نديرها بالدولار أو بغيت نديرها بالدرهم أو بغيت نديرها، كنختار واحد الأرموز اللي كاينين هنا، مثلا الدولار الأمريكي، الدولار الكندي، المهم كنختار. بغيت شي ما بغيت ندير حتى حاجه، ما غادي حتى شي حاجه، بغيت ندير ليها دولار كنبرك كيعطيني بانها دولار. بغيت ندير دولار استرالي وهي غير دولار كندي، المهم دولار وصافي. كنبرك هكا وندير اوكي، كتولي 5.49 دولار، مزيان. هنا مثلا الكونتابيليتي، مثلا بغينا نخدمو بلا كونتابيليتي، بغيت ندير مثلا غير جوج ارقام ولا ثلاثه ارقام ولا رقم واحد، كندير اوكي كيعطيني رقم واحد، يعني هي باش غادي نخدم لا كونطابيليتي ديالي. هادو ما كيهموش، اللي مهم هو انكم بغيت هنايا مثلا هذا الرقم نردو تاريخ على هذا الشكل،
أولى تاريخ بالنهار والشهر، أولى تاريخ في الشهر والنهار، يعني أي تاريخ بغيتو كنختار النوع ديال التاريخ اللي بغيت يتكتب به. مثلا بغيت يكون تكتب بحال هكا، وهما ما عنديش تاريخ، عندي غير عدد، وخا ندير أوكي غادي تحول التاريخ. شوف ها هو تحول التاريخ، وهنا كتبوا لي دات. أنا لا، أنا بغيت واحد عندي عدد غيبقى لي عدد، إذن غنجي غنديرو. إلا بغيت نبدلو ساعة، بغيت نبدلو بورسنتاج، بغيت نبدلو عدد كسري مثلا، بغيت نبدلو شي كخيتيو، بغيت نخلي غير نكتب كتابة هاد التيست، بغيت نكتب حروف وأرقام، كندير تكست مثلا، كندير هنا أوكي. يمكن لي نجي هنايا ونزيدها مثلا أخ تي أو، وغتبقى لي كتابة هي هي، يعني هادي كنكتب تكست، يعني تكست حروف أرقام رموز أي حاجة. هنايا لي سبيسيال، هادشي مثلا على حساب لازون ديال لاكونتي ديالنا، مثلا على حساب الدولة ديالنا، قالك أسيدي تكتب زائد 212 أو داك هادي على حساب التليفون باش ما يحيدوش ديك الزائد. هنايا لي باكس بيرسوناليزي أنا اللي كنختار، مثلا هاد التكست هذا بغيت نديرو مثلا جوج ديال الأرقام، هاد صفروات يعني كيعنيو الأرقام، جوج أرقام وندير ليهم سلاش، وجوج أرقام أخرين وندير ليهم سلاش. أنا بغيت الكتابة بحال هكا، ملي كندير أوكي هاد الكتابة اللي عندي كلها غتولي فيها جوج سلاش جوج سلاش جوج سلاش. أوكي غادي نحيدو هنا الأرقام، حيت هنايا ما عندناش، كاين غير حروف، خاصنا نحيدو الأرقام. سوبريميها، بلاتي غادي نحيد هكا، وغادي نجي لهنا غنحيد مثلا الفاصلة، ونحيد هاد الحروف هادو، ونخلي غير هاد الأرقام هادو باش يبانو لي، نكبروهم شوية بحال هكا. دابا ملي غادي نمشي ونديرو، قلنا لو نوم سبيسيال وعطانا جينيرال، وحنا مثلا مكاينش فيهم الفاصلة، كنجيو نهبطو لتحت، هاد جينيرال نحيدوها مثلا، بغينا يكون صفر، جوج أصفار بيناتهم سلاش، كندير أوكي. هنا قالوا لي الكروسوفت نزلتها فوق طق، إذا هنا هادي راه إلا ما كاينش شي رقم عندك مثلا، مثلا عندي هاد الرقم صفر، بغيت نديرو يكونوا خمسة أصفار، كنزيد هنايا الأصفار بحال هكا مثلا، ها هو الرقم شتي ولا نحدي أنا كنزيد الأصفار، والرقم ديالي كيتزاد الأصفار ديالو، غيتزادو له الأصفار، صافي يعني كنحدد الأعداد ديال الأصفار، مثلا بحال هكا زاد صفر غندير أوكي، غيتزاد ليا صفر. دابا غادي نمشيو لابارتي الثانية، دابا هضرنا على نورم غلانينيومو، غلانينيومو لاحظوا واحد الملاحظة، هنا كاين أليليمون دي تكست اللي هما هادو، صافي اللي هما هاد الفوقانية، هنا قالوا لي ستوندار غوش يعني سونتري، إما نديرها من اليمين إما سونتري على الوسط، أنا غنبركي غير على وحدة أوتوماتيكمون كتسيليكسيونا هنايا، كتولي بالصفر، مثلا غندير هاد سونتري هكا، وغندير أوكي، شوفوا هاهي ولات سونتري بالصفر، شفتوا؟ هاهي ولات هي بوحدها بالصفر بلا ما نديرها. إلا جيت عاوتاني مثلا جيت عند هنا الفيرتيكال، الفيرتيكال غيتبدل الفوقانية، غندير مثلا الفيرتيكال حتى هي سونتري، هادي اللي غادي تسيليكسيونها بوحدها، غندير أوكي، هاهي ولات سونتري، وكتبت سونترات بوحديتها، صافي. غادي نجي لهنا عاوتاني مثلا، مبغيتش أنا الكتابة تبقى هكا، كنجي نتحكم فيها من هنا، يعني كنشد هاد السهم هذا وكنطلع الكتابة ديالي كي بغيت، مثلا بغيت تكون عوجة بحال هكا، كان 45 دوغري بالدرجة، كندير أوكي، كنلقى الكتابة ديالي تعوجات 45 دوغري، صافي مزيان، عقلوا على هاد، حيت هادي كيستعملوها الناس بزاف، كاين اللي كيبغيها بزاف هادي، ومكيعرفش منين يجيبها. هنايا التكست ديالي، أنا التكست هو واقف، شوف كنسيليكسيونيه، أوتوماتيكمون كيغير ليا ديالي، هنا غادي نبدلو مثلا، نديرو هاديرا بحال هكا. ونديرو اوكي، ها هي ولات عوجة لتحت، مزيان. دابا واحد القضية، كيكون مثلا بحال هكا، كتابة عندي، ولكن داخلة وسط لاسيليو، شنو كي غادي نتعامل معاها؟ هادي كتابة عادية، ولا لينيومو غنجيبها عادية، ولات لينيومو عادية وما كيبانو ليا لا أرقام لا والو، لاحظتو؟ هاد فهاد الحالة إما غادي نكبر لاسيليو شوية بحال هكا، أولا كاينة واحد البوطونة باش يبانو ليا الأرقام، كنجي نبرك هنا وكنجي لالينيومو وكنجي لعند هادي رونفوا الالين اوتوماتيك، غادي نكليكي عليها اوتوماتيكمون غادي يرجع ليا اللالين، كندير اوكي. حيت هنا مثلا غنديرو حروف، مثلا غنكتبو لا ميزون دو
احمد مثلا لا ميزون دو احمد غادي نجيو نكبروها شويه بحال هكا غاديروها غراس وليني. المهم لا ميزون دو احمد فات ست لاسيلي ياك شفتوها؟ اذا لاسيلي اللي عندنا هي هاد هي الاف ولات خارجه لنا كتابه منها بغيناها تبقى في نفس لاسيلي اللور. غنجيو عند البوليس سيليكسيونيوها بعدا كليكو عليها هي نجيو عند البوليس وغادي نجيو عند لانيمو وقلنا غنديرو رونفوا الالين اوتوماتيك اللي هي هاد هاي رونفوا الالين اوتوماتيك هي وغادي ندير اوكي. كنلاحظ بان احمد صافي غير وصلت لهاد الحد رجعات لانيمو اوتوماتيك او سيليكسيونيت لنا لانيمو اوتوماتيك. دابا بحال اللي غادي ندخلو لانيمو باش ما نهضرش بزاف باش ما نحرقوش المراحل صافي. واخا دابا غادي نجيو هنايا الارقام ديال البوليس غادي نهضرو على البوليس راه هي هضرنا عليها يعني داكشي اللي كنديرو هنايا كامل كيبان هنايا. اللي زايد هو انني الا بغيت نباغي نسطب على الكتابه ديالي بحال هكا او الا بغيت ندير اكسبونو مثلا كنكتب واحد الارقام جوج اكسبوزون دو جوج اوس اثنان كنجي كنبرك على هذيك اثنان كنبرك على اكسبوزون كطلع مثلا غنديرو هنايا جوج مثلا اربعه ونديرو جوج 42 كنجي هاد الجوج هادي كنديرها بوليس وكتطلع كتولي اكسبوزون سوا كنبدل هادي شوية باش يبان ليكم. ها نجي ناخد جوج قلنا بوحديتها بحال هكا وكنجي وكنديرو ليها اكسبوز وكنديرو اوف ها هي جوج كتولي ربعة اوس اوس جوج صافي. ملي كنبر كترجع 42 حيت عندي هنايا ستوندار فاصيلة نحيد الفاصيلة. دابا انا دخلت في حوايج اخرين اللي مهم انا غنديرو غير بصفة عامة هاد لابارتي جوج ولكن راح تدخلي بزاف. غادي نجي لهنايا لي بوغدور نقد نتحكم فيهم غير من هنايا صافي. اي خط بغيتو كناخدو و كنتحكم فيه غير من هنا. بالنسبة لها ديسيدو ندير اوكي صافي هي ولات ولات دايرة كنتحكم فيها. غادي نجي اللي مهم في هادي كامل هو هاد البروتيك ديال ديال لاسيلي. هذا هو اللي مهم في هاد لابارتي كلها هي اللي بغيت نشرح لكم انا. اذا كما كتشوفوا هنا كيقولوا لينا لو فيرويياج دو سيلو او دو ماسكاج فورمول سون سون افي سي لا فوي نا با بروتيجي. اذا هنايا هاد هاد لا بروتيكسيون فوقاش كتصاوب هي فاش غادي نجيو لهاد لابارتي ديال لا ريفيزي خاصنا نبروتيجيو لا فوي. كيفاش نبروتيجيوها؟ يعني واخا نبغيو نموديفي شي حاجه ما كيتموديفيهاش صافي. هادشي هو اللي غادي نشوفوه ان شاء الله مره اخرى وعقلوا على هاد لابارتي باش نرجعوا له. اذا هادشي اللي كاين في هاد لابارتي الثانيه ديال لابوليس. موعدنا في لالينيومو باش نشرحوا شي شويه هاد لالينيومو مزيان حتى هي باش نمشيو لي باقي ديال لي زارتيكل وحدهم. اذا خليتكم على خير كنتمنى انكم تكونوا بخير على خير وما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وتبارطاجيو الفيديو الدال على الخير كفاعل.